وقعت ولا ما وقعت، حقق في العقد، طبق ما جاء في في العقد الرئيسي، هذا عقد ثاني مو عقد اول. نعم. فانا انادي من طبعا مكتبي والساعه المباركه في جميع في جميع من متضرر من هذا طبعا العقد ان يلجا باذن الله بعد الله عز وجل لله سبحانه. يعني باذن الله يا ابو ناصر قانون 28/66 راح يتطبق طبق بحذافيره زائد العقد الرئيسي مع الاول مع اللجنه العامه للمرقصات مع الشركه. انتم اساميكم ترى فكره موجوده بالدوله، مو دعم العماله، موجوده بالدوله لجنه المرقصات الرئيسيه عشان تغطي تغطي نسبه العماله الوطنيه. لا، والشركه هذه تفوز مره واثنتين وثلاث في عقود الشركات النفطيه ثاني مره، لان هم الان معكم عقد، ممكن في شركات ثانيه الان قاعد يقدمون. صح. احنا زينين بناء على شنو؟ تقرير المسؤول النفطي اللي اعطاهم تقرير ان الشركه ممتازه وقاعد تطبق الشروط وعلى الموظفين تمام. طبعا هذا كل كلام خفي عنكم انتم الموظفين، ما حد يدري عنه، ولكن انا اقول جميع عقودكم هذه كلها العقود الحاليه يا ابو ناصر اللي تم توقيعها تعتبر عقود ادعام. طبعا كل ادعام، كل عقد يوقع وباطله، كل عقد يوقع اساسا خارج النظام العام هو عقد ادعام، هذا بنصوص المدنيه قانون المدني. انا انسان اوقع مكره، انا رجال بعيش، انا عندي اسره، عندي عائله، عندي خص شهري، عندي التزامات شهريه، تبيني فجاه انا اقول لك انا انسان غير متوظف غير موظف، وانت اساسا مرشحيني دوره النفط، دخلت دوره وكل شيء وقابلوني بناء عليه، وافقوا علي. وافقوا علي شنو؟ قالوا لي ما قال راتب بالبدايه، بس انا راتب اساسي. انا لما مو عيب الانسان اللي يسال، لما سالت محامي ولا سالت لجنه مرخصات عامه يا اخي في الشركه هذا وين وين عقدي اساسا؟ كم راتبي انا اساسا؟ راتبك طلع 1480، ما يعني ما قليل 1000 دينار عليك بناء على شنو؟ جهل. مو جهل وناصر في البند في العقود الجديده يقول اختيار الميزه الافضل من قانون العمل الاهلي او قانون النفطي 28/66 دائما حتى بالدستور القانون لا يطبق قانون وفق مخالف للدستور الا ايهما يعطي اكثر حريه لمن؟ لمن؟ لصاحب للمواطنين او الشعب والعاملين طبعا. نعم. انا الان عندي قانون النفطي 100 دينار، قانون العمل يقول 120، ياخذ 120. نعم. ما يعطيك ابخس. القوانين دائما لا تبخس الحقوق. نعم. القوانين دائما لا تبخس الحقوق، بل القوانين تعطي حقوق للبشر، تعطي الميزه الافضل للبشر. زين يا ابو ناصر، العقود الحاليه هل هي اوامر تغييريه او قانون 28/69؟ ما انا القانون هذا العقود الحاليه هذه. نعم. لا قانون مني، لا قانون 68/69 ولا قانون العمل. قوانين هذه قانون رغبه مزاجيه في صاحب الشركه، وضعها في اليه معينه في مستشار عنده، وضع البنود من 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 اي تو زد، يعني لا تمس لقانون 28. لم تطبق في قانون العمل ولا قانون الاهلي واحد. نعم. بالعشر بالمية. عطني 100، انا قريتها واحد واحد، والله العظيم استخفاف في عقول وحقوق العاملين.